الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فقد ذكرنا في المجلس الأول من الموانع التي بإذن الله عز وجل تمنع وقوع الطلاق، هو الاحترازات التي يأخذها العبد من هذا العدو اللعين وهو الشيطان. وأولها حراسة هذا البيت الصغير بالأذكار الشرعية. قد ذكرنا بعض الأذكار الشرعية، ونتكلم اليوم عن أمرين. الأمر الأول وهو هديه عليه الصلاة والسلام في إحياء البيوت بذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم مبادرا بهذا الأمر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام في بيوتاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن أزواجه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة كما ذكر جمهرة أهل العلم أن المقصود بالحكمة هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجدر بالعبد إذا أراد أن يكون بيته مطمئنا بإذن الله عز وجل أن يعمره بقراءة القرآن. وأعظم ما يطرد هذه الشياطين هي قراءة القرآن. قد جاء في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. هذه السورة العظيمة التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام أنها لا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. ولهذا من عمر أو أعمر بيته بالقرآن فإن الله سبحانه وتعالى يجعل بيته مطمئنا ويجعله مليئا بالنور. ولهذا إخوتي في الله، كثرة قراءة القرآن هي من أسباب أو من أعظم الأسباب في طرد هذا الشيطان. وكذلك ينبغي على الرجل في بيته أن يحث زوجته وأن يحث بنياته وأولاده على قراءة القرآن وتعلم القرآن، فإنهم خلف له في هذا البيت. فإن هذا البيت إذا أعمر بهذا القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يعين العبد بأن يمنعه من كثير من المشاكل، وأعظمها وقوع الطلاق. فإذا حصل أن العبد دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى، تاليا لكتابه سبحانه وتعالى، بذلك بإذن الله عز وجل تستمر هذه الحياة الزوجية، تكون معمورة بذكر الله سبحانه وتعالى. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح من حديث ابن مسعود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الصلاة والسلام بالبقرة وبالنساء وبآل عمران عليه الصلاة والسلام. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام بقيام الليل والصلاة. ومن ذلك أيها الإخوة مع قراءة القرآن الصلاة. ولهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا التشبيه منه صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في القبور أو عند القبور ممنوعة، فإنه منعها عليه الصلاة والسلام. ولهذا إخوتي في الله، من باب المخالفة أن الإنسان يسعى دائما في أن تكون السنن الراتبة إما قبلية أو بعدية تكون في بيته. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا سمع الصارخ
عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خفيفتين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو قولوا آمنا في البقرة، أو قل يا أهل الكتاب. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم يبتدئ يومه بالتوحيد، وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب في تقويم البيت، أن الرجل إذا صلى هذه الصلاة وابتدأها بهذه السنة بأن قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أصبح بيته بإذن الله عز وجل قوياً محفوظاً من شياطين الإنس والجن. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه إذا صلى المغرب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بيته ويصلي البعدية في بيته عليه الصلاة والسلام ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أهل العلم فيبتدئ عليه الصلاة والسلام يومه بالتوحيد ويختمه بالتوحيد. ولهذا من أعظم يا إخواني في الله قوة الإنسان ومعونته أنه يعتمد بعد الله على توحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا يزدكم قوة إلى قوتكم. فكلما كثرت الطاعات ومن أعظمها الصلاة كان ذلك زيادة في القوة وزيادة في المعونة والاستمرار على والاستقامة على هذا الدين. فلهذا إخوتي الله الله أن الإنسان يعمر بيته بالسنن الراتبة. ولهذا أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة السنة الراتبة أنه يصليها في بيته، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فلهذا إخوتي في الله لنكن بذلك مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم أن الشياطين تطرد من ذلك. فلهذا يا إخواني كثير من البيوت الآن لا يعمرها أصحابها لا بقراءة القرآن ولا بالسنن من الصلاة وغيرها، فإنها من أعظم الأسباب التي تعين العبد على استقامة بيته. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعمرون هذه البيوتات بيوتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر عن أحد الصالحين أنه لما حضرته الوفاة أخذت بنيته تبكي عنده، فقال يا بني لا تبكي، فوالله الذي لا إله غيره قد ختمت القرآن في هذه الحجرة أكثر من 4000 مرة. فلهذا يا إخواني إذا نظر الإنسان إلى فعل السلف يستصغر نفسه في مقامات هؤلاء. ولعلنا إخوتي في الله أن نقرأ سير السلف كيف كانوا يهتدون بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه البيوت. فإذا طبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية فإن البيت بإذن الله عز وجل يكون مطمئنا ويتذهب عنه شياطين الإنس والجن. وكذلك وهو موضوعنا أن الطلاق بإذن الله عز وجل لا يقع إذا كان هناك يا إخواني طاعات في البيوتات، فإن الطلاق بإذن الله عز وجل لا يقع. ولهذا من حيث الاستقراء ومن حيث الجلوس مع المطلقين زوجاتهم إذا تتبعت ذلك وجدت أن البيت خاويا من هذه السنن، خاويا من قراءة القرآن، خاويا من ذكر الله. لهذا جاء في السنن وفي المسند عنه عليه الصلاة والسلام البيت الذي لا يذكر الله فيه والذي يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. شوف الآن هذه الجمادات كيف أنها تشهد للعبد يوم القيامة، فكيف يا إخواني أن الإنسان يترك هذا البيت لا يذكر الله فيه ولا يسبح الله فيه ولا يقيم الصلاة فيه سنن الرواتب. وأعظم من ذلك إخوتي في الله أن يجعل له ساعات في قيام الله في قيام الليل. لهذا يا إخوان أعظم الأمور التي ينبغي على العبد أن يقوم بها في بيته وأن يستقيم على طاعة الله ويستقيم أولاده وتستقيم زوجته هي قيام الليل والدعاء.
قال الله سبحانه وتعالى عن عباده الصالحين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فلهذا إخوتي في الله هذا الليل وهذا الظرف ينبغي للعبد أن يستغله، يبدأ بمجاهدة نفسه، جاهدة نفسه نصف ساعة ساعة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القلوب بسبب هذه الركعات وهذه السجدات التي لا يدري ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فإنها من أعظم القربات، إنه لا يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، حتى زوجك التي بجانبك لا تدري عن هذه الركعات التي تقوم بها في آخر الليل. لهذا يا إخواني يعظم ذلك بالتنزل الإلهي، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، تحببوا إلينا. وهو غني عنا، في صحيح مسلم أنه يقول: أنا الملك سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى عظيم جل وعلا في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.